انا عايزه البس الحجاب يوم 31 مارس. انت قدامك دلوقتي 10 ايام وانا مش هشتغل يوم زياده بعد 31 مارس. وصور اللي تصوره، اللي مش تلحق تصوره شيلني منه او كثف شغلي او اتصرف، بس انا خلاص ده هو تفاجئ الحياه. قال لي خلاص يا عبير، حاضر حاضر وبتاع، وان شاء الله ربنا يكرمك ومبروك ومش عارف ايه وبتاع وايه، ووعدني كده يعني. رحت المسرح، دخلت على سمير غانم. قلت له سموره انا بفكر يعني، طبعا مش قادره اخش اقولها له كده في وشه. في وشه هو طيب جدا يعني. قلت له يا سمير، انا عايزه اعمل عمره وعايزه البس حجاب وعايزه اقعد اهتم بحاجات تانية خالص غير الحاجات اللي انا مهتمه بيها دي، عايزه كده. فبص لي كده قال لي سلام يا بيرو، والله انت بتقولي كلام جميل جدا، ومال يا ريت تخلي ان انا بقالي 3 سنين بفكر كده. عايز تحجب؟ فقلت له يا ريت وبتاع وما اعرفش ايه. قال لي طب وانت امتى يعني ده؟ قلت له يعني على 4 كده ولا حاجه، احنا ايه نكون خلصنا بتاع. قال لي مش عارف، شايفه مسحه جايبه ايرادات جامده جدا وبسم الله ما شاء الله وعاملين ومسويين. قلت له ان شاء الله. وخرجت من عنده وجبت المنتج يعني، ما صدقت لقيته كده. استاذ احمد انا هلبس الحجاب وهعمل كذا كذا. احمد الليبياري. بس لي كده قال لي ماله مش مشكله، بس بعد المسرحيه تخلص. قلت له غالبا انا مش هستنى لغايه ما المسرحيه تخلص. فقال لي يعني ايه؟ قلت له يعني انا تقريبا قبل المسرحيه تخلص انا هسيب المسرحيه وهلبس الحجاب. نتكلم بقى، ما نتكلمش. هو الحقيقه برضو تفهم موقفي برضو، وطلب مني بس ان انا يعني انتظر لغايه ما يجيب بديله وخلاص، على ان انا هتحجب 31/3. خلصت تصوير اول امبارح، كان عندي تصوير خارجي وخلصته. احنا بنتكلم النهارده احنا الاثنين، احنا بنتكلم على يوم السبت بالليل، كان عندي شغل. وبعدين حد يعني من اصحابي كلمني قال لي عبير في درس الدين، تحبي تيجي تسمعي؟ ده يوم السبت. تمام. احب اجي. هو ده اللي خلص عليكي بقى. رحت درس الدين، قعدت 3 ساعات يا محمود. مين بقى درس الدين ده؟ كان في ناس كتير جدا يعني. مين الوعظ؟ اللي كان بيتكلم الاستاذه هناء ثروت. هناء ثروت. كانت بتتكلم في درس جميل جدا، وكان في ستات وبنات من الجامعه وبنات صغيرين وشابات من سننا وستات كبار، وكان في ناس كتير جدا يعني، كانت حاجه تفرح كده. دخلت ده كان في مسجد ولا في بيت؟ لا في بيت يعني، قاعدين قاعده كده، قاعده جميله وعاملين اكل لذيذ وعصاير وبتاع، وهي قاعده بتقول لنا كلام جميل جدا. فقعدت ادت درس حوالي 3 ساعات. انا في ال3 ساعات دول ما بطلتش اعيط لحظه واحده، ما بطلتش اعيط لحظه يعني. كان جوايا شعور ان ايه ده، هو في حد عنده كل العلم ده، وفي حد عنده كل الخير ده، وفي حد يعرف كل الحاجات الحلوه دي. اشمعنى الناس دي بتعرف الحاجات دي وانا لا؟ اشمعنى الناس دي تحس بالايمان ده كله وانا لا؟ اشمعنى انا غايبه كده؟ انا ايه بعمل ايه؟ انا ايه الحياه اللي انا عايشاها دي؟ بعمل فيها ايه؟ اكتشفت ان الامر يعني زي ما بيقولوا الامر جد خطير يعني، الحكايه مش بسيطه. وان احنا ما جيناش عشان نلعب ولا ناكل ولا نشرب ولا نمثل ولا نتفسح ولا حتى يعني ما اعرفش نعمل ايه ولا كل الحاجات اللي احنا شغالين نفسنا بيها دي نعملها، بس تبقى بجانب ان احنا جايين نعبد الله سبحانه وتعالى. يعني اقول لك كده لا نعملها. نعمل شغلنا ونعمر الكون و بس من خلال العباده. ف دخلت قلت لها بعد انتهاء الدرس عرفوني عليها يعني. قلت لها انا واخد قرار ان انا البس الحجاب واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا وبتاع، بس انا عندي اسبوع شغل، بس انا بصراحه عايزه البس حجاب دلوقتي. فقالت لي طب انت لسه قدامك فتره قد ايه؟ قلت لها حوالي اسبوع. قلت لها بس انا عايزه البسه دلوقتي، انا عايزه خلاص، انا مش عايزه انزل من هنا لابسه البدله الجينز اللي انا لابساها دي. فقالت لي خلاص البسيه وان شاء الله يعني كملي الاسبوع اللي فاضل لك، وطالما انت عقدتي نيتك على انك انت خلاص هتلبسي الحجاب، بس عشان ما تضريش بمصالح الناس، ما تضريش باموال الناس، لان منتج المسرحيه او منتج الفيلم ما لهمش ذنب يعني، لكن طالما انت اتكلمتي معاهم وهم ارتضوا يعني حاولي تخلصي الاسبوع ده والتزم يعني الحشمه بقى في بقيه الاسبوع اللي فاضل. طلع طيب. وقمت فعلا لبست طرحه، جابوا لي عبايه جميله جدا لبستها. ده لبسوكي عندهم؟ لبستها يعني، انبسطت جدا. انا كنت لابسه بدله جينز جاكيت وبتاع ومش عارف ايه، بنطلون ضيق والحاجات دي كلها. فقلت لهم انا عايزه انزل من هنا شكلي بنت مسلمه ملتزمه. فساعدوني يعني هم يعني كنا في بيت. مين انت يعني قدرتي تعرفي ان شكلك بنت مسلمه ملتزمه؟
ان هو ده الشكل. انه انا كنت عايزه اعمل يعني ازاي يخليني ما فيش حاجه فيها باينه. وده اللي مطلوب في الزي الاسلامي، انه يعني لا يشك ولا يصف. ده مطلوب. انت عارفين مين؟ لا عرفته من قراءاتي طبعا، عرفته من القران وعرفته من حاجات كتير، بس انه هو يعني ملوش شكل محدد، ولكن هو لا يشف ولا يصف عوراتي، يعني ابقى حضرتك شايفني على بعضي كده لكن بدون تفصيل. بس شكله ايه بقى؟ طرحه طويله، طرحه قصيره، مش عارف، بنطلون واسع، جاكيته طويله، بتاع عبايه، زي ما يختار. المهم مفيش اي زينه فيكي ظاهره خالص. بالظبط كده. فنزلت من عندهم وانا في غايه السعاده، لدرجه ان انا حسيت لاول مره انه مش جسمي هو اللي جواه روحي، ان روحي هي اللي بتمشي جسمي. يعني حسيت انه الحاله بتاعتي العاديه، وجدت الشيء المفقود اللي انت كنت بتبحثي عنه في شخصيتك. الحمد لله. كويس. نرجع بقى للسؤال اللي هو رد فعل الناس، وكان رد فعل الناس غريب شويه. يعني في ناس كانوا يعني مستوعبين الحكايه ومقدرينها، وفي ناس ما كانوش كده. هو يعني طبعا الناس العادية شافت الموضوع زي ما حضرتك يعني قلت في المقدمة، ان انا سبت حاجات مهمة جدا، تبدو مهمة جدا، الشهرة والنجاح والطموح والفلوس والمجد والشهرة. حلوة تبدو دي، معجب بتبدو دي جدا الحقيقة. فهم شافوا ان دي حاجات انجازات كبيرة جدا يعني، وما يصحش ان انا اسيبها عشان البس حجاب يعني، او عشان طب يا ستي ما انتي حشمة وكويسة وخلاص يعني اشتغلي وكده. فطبعا دول ما تفهموش الامر يعني، لكن حاجه غريبه يعني. يعني مثلا مش عارفه ليه عملتي كده في نفسك يا شيخه؟ ايه ده، انت اموره ولطيفه ولذيذه، انت لسه صغيره، ايه ده، ما لو تكبري بقى اصبري شويه، انت الشغل عندك كتير، انت ما اعرفش ايه. انا كل ده بصراحه. ضايقك الكلام ده يا عبير؟ لا ما ضايقنيش، هم صعبوا عليا. صعبوا عليك. كده قبل ما تتجوزي وعملتي جمعيه ضد الرجاله. ايوه. وجمعيه لاعاده القيم والاخلاق في الرجاله وبتاع، حاجات زي كده. أيوة. وبعديها بشويه رحتي متجوزه وعايشه يعني هناء يعني عائلي. أيوة. وكل حاجه. لا حسب أنا منك عملتي جمعية. كده. لا ما عملتش جمعيه، انا مره بيتعمل معايا انترفيو فبيقولوا لي الرجاله ومش عارف ايه. قلت طب ايه لازم تتجوزي؟ لا ما قلتش كده، هو اختار عنوان مفرقع، ده شغلكم بقى. طيب اوكي. هو بيعمل معايا حوار هتتجوزي امتى يا عبير ومش عارف ايه، قلت له والله انا لازم اتجوز حد يبقى بالظبط زي ما انا عايزه ان شاء الله، والا انا ضل راجل ولا ضل حيطه دي ما احبهاش، لان ضل الحيطه ساعتها احسن. فانا مش عايزه ضل، مش عايزه حيطه، انا عايزه راجل احبه ويبقى عاجبني جدا، يبقى كويس جدا، يبقى طبقا للحاجات اللي انا بحلم بيها. الى ان يجي ده والله كل النماذج اللي بقابلها دي ما تلزمنيش. فاتعمل يعني اتفرقت بس شويه. لكن انا ما قلتش يعني محاربه ولا جمعيه. وانت لقيتي الحمد لله الرجل ده، لقيتي الرجل دوت، وهو سعيد باللي انت عملتيه. هو سعيد، مندهش بس سعيد الحمد لله. هو مش عارف الحقيقه، انا مش قادر اسالك قوي في امور الدين، يعني انت ناوي تعملي ايه، تعملي ايه، لان طبعا ده يبقى سؤال سابق لاوانه. سابق لاوانه. لكن هل النموذج هي هناء ثروت بالنسبه لك؟ لان انت كان النموذج عندك حسب ما مكتوب في ارشيفك، ان انت كنت مغرمه بميرفت امين جدا، ولازلت مغرمه، ولازلت مغرمه جدا أمين. طبعا يعني فهل نموذج حاليا دلوقتي اتغير؟ طبعا ما بقتش ميرفت امين يعني، مع تقديرنا طبعا ميرفت امين صديقه عزيزه وممثله جميله يعني، انما دلوقتي انت اتغيرتي شويه ولا اتغيرتي كتير؟ اتغيرتي كتير. والله شوف يعني انا احب ميرفت امين جدا واعجب بيها جدا، وهي ست فاضله وبتعمل حاجات جميله فنيه جدا، وانا بحبها قوي، وكان نموذجي يعني الفني يعني الستايل بتاعي فني يعني. يعني بحب نفسي جدا اكون حاجه كده زي ميرفت امين او حاجه الستايل ده. لكن لما طلعت من الفن بدا يبقى لي منظور اخر يعني، وبدا يبقى لي افكار تانية ووجهات نظر تانية لازم حد يعيني عليها يكون موجود في الحكايه دي بقى. يعني انا داخله على مثلا، انا جايه رايحه مثلا اركب عربيتي ورايحه مصر الجديده، لازم اكلم حد ساكن في مصر الجديده اقول له نبي يوصف لي الطريق اجي ازاي،
لو انا رايحه الهرم اكلم حد في الهرم اقول له والله يوصفني على الكوبري وجاي على الهرم والنبي توصفني. انا عشان كده بسالك بقى، القدوه بقت هناء ثروت، بقت لا انا الحاجه شمس البارودي. انا عايزه اقول لك على حاجه، طبعا هم الستات محترمات جدا وفاضلات وكل حاجه، بس انا القدوه بالنسبه لي والرسول عليه الصلاه والسلام قال كده ان احنا القدوه عندنا هو الرسول عليه الصلاه والسلام، ده اللي نقتدي بيه، وكل الناس بعد كده بيجربوا وبيحاولوا بس وبيعملوا. انت محتاجه دلوقتي تستزيدي بقى معلومات دينيه طبعا. محتاجه اخد علم. هل هتلجئي للشيوخ المشاهير زي عمرو خالد ولا انا الحقيقه حبيب بن علي ولا؟ انا الحقيقه بسمع عمرو خالد وبسمع الحبيب بن علي وبسمع الشيخ الشعراوي وبقرا لمصطفى محمود، واحيانا بشوف العلم والايمان الحلقات القديمه بتاعته، واي كتاب ديني يعني بنزل مكتبه دلوقتي الحمد لله واقعد. على فكره ده يعني تصرف قديم مني ان انا بنزل مكتبه، يعني تالي الناس ما بقتش تعمل كده دلوقتي. انا انزل مكتبه يعني. انت حتى عملت كده في المساجيل ومعاكي حلقه في الفيديو وادخل كده على مكتبه واقعد اشتري حاجات كتب قد كده واقعد اقراها على مدى الوقت يعني. طب انا افهم من كده يا عبير ان انت ناويه تتفرغي للزوج وللابن وللابن اللي يجي لك باذن الله يعني. ودي بشره اهي. للعباده. انا هتفرغ ان شاء الله. مش ناويه ما بتفكريش يعني حاليا انك تشتغلي اي شغلانه؟ يعني اذا طلب مني عمل اجتماعي يفيد ديني يفيد مسلمين يفيد مسلمين محتاجين لي او محتاجين حاجه انا اقدر اعملها، انا مش هتاخر عنها ابدا، حتى لو كانت ان انا يعني مريض تعبان انزل اخدمه بايدي يعني. مش العمل العام بره انا لسه مش محدده انا ممكن اعمل ايه. انا دلوقتي عايزه اعرف في الدين كويس قوي لاني ما اعرفش حاجه، وعايزه اتعلم جدا، وعايزه اقعد مع ناس تفيدني، وعايزه اقعد مع ناس تعلمني زي ما كنت بقعد مع ناس تعلمني في التمثيل وناس تفيدني في التمثيل. عايزه ناس تعلمني في الدين وتفيدني في الدين ان شاء الله. وانت رايك يا عبير ان شاء الله، وانت رايك انه العمل الفني مش مفيد للبني ادم؟ لا مفيد لو بيقدم طبعا حاجات هادفه وحاجات بتفيد الناس. لا مش هقول لك حاجات هادفه طبعا. لا مش هادفه حاجات يعني ضحك كده للضحك وماله يعني. طيب يعني مثلا فيلم مثلا لممثل كوميديان مثلا انبسط واقعد اضحك يعني يضحكنا شويه وماله. طبعا يضحكني طالما ما بيعملش حاجه تاخدش حقيقي ولا حاجه فيها. طب واذا قابلت حد من الشيوخ المشاهير وقال لك ان الحاجات دي حرام وان ده اهدار للوقت، لان بعضهم بيقول كده يعني انك انت بتضيع وقتك في كلام فاضي ونسمع هنا ونسمع مش عارف ايه وان ده مش لطيف. انا كل اللي هعمله ان شاء الله ان انا هعمل اللي اقدر عليه من العبادات واخد وقت تاني اتعلم فيه، وبعدين لما اكون قاعده فاضيه ومفيش حاجه ممكن اقعد اتفرج على حاجه لذيذه حاجه تعجبني. مفيش حاجه ضد ده يعني. ليه يعني؟ ما هو اصله بقى انت دلوقتي المفروض انت تستسقي دينك دلوقتي، عايزه تستزيدي بمعلومات من بعض المشايخ المشاهير، وده مهم طبعا. بعضهم الحقيقه بيقول ان ده كلام فاضي وان ده تضيع للوقت وانه كذا وانه كذا وانه كذا وانه كذا. والله انا يعني اللي هيعلمني معلومه صح واعرف انها ربنا سبحانه وتعالى قال ما تعمليش ده، انا مش هعمل ده. حتى لو ربنا سبحانه وتعالى قال لي خدي نفس كده وما تطلعيهوش هعمل ده. اللي الاقي انه له مصدر القرآن الكريم وربنا سبحانه وتعالى قال ده ما يتعملش انا مش هعمله. لكن حكايه ان انا اتفرج على فيلم كوميدي اوكي، ايه يعني اتفرج على فيلم كوميدي؟ واذا حد قال لك يا عبير اسمحي لي انا بحاول استشهد منك حاجات، يعني اذا حد قال لك ان بلاش الشيخ ده للمتشدد، انت عارفه في الدين عندنا في تيارات. ايوه يعني في تيارات وفي ناس بيؤولوا او يحملوا الدين ما لا يحتمله، يعني في ناس بتبقى اكثر شده يعني ويبقى عندهم وجهه نظر. انا مش بقول ان هم غلطانين، بس بيبقى عندهم وجهه نظر انه كلما تشددنا ان البني ادم بيسترخي يعني فيشدوه قوي عشان خاطر تبقى الاخطاء محدوده يعني. تروحي لهذا الشيخ المتشدد ولا تختاري الشيخ المتعاون شويه المتفاهم شويه؟ لا اختار يعني اللي قلبي رايح له اكتر في كل مرحله. يعني ممكن انا المرحله اللي انا فيها دي عايزه حد بياخد بايدي وحد يقول لي ربنا بيحبك، مش هتروحي جهنم فتخض. لا ربنا بيحبك، وانت لما تعملي طاعه كويسه ربنا ان شاء الله يساعدك اكتر وتعملي طاعه تانية اكتر منها وهكذا. فاروح اللي بياخدني طبعا بحنيه في الاول يعني. بس لكن متشدد مش متشدد دي انا ما يعني حكايات مرحليه يعني. يعني احنا ما نقدرش، ما انا عشان كده بقول لك انا من الحقيقه مش قادر اخش معاكي في اسئله في الصميم قوي، لانه انت بادئه بدايه. وانا عايز اقول لك مبروك، وعايز اقول لك حاجه مهمه جدا، اللي يقول لك ان انت عملتي ليه كده يعني ده مش من حقه، حتى لو انا شخصيا رافض الحجاب مش من حقه، يعني مش من حق حد يتدخل في مساله شخصيه. ده اختيارك يعني، ده اختيارك وقناعتك، فده يبقى
هو انا بس حقك بكل المقاييس يعني، حتى لو واحد وجهه نظره ان الحجاب ده مش زي اسلامي. أيوة. لكن انت عايز تلبسي كده، البسي كده. لا لا، في ناس موجودين في الحياه. ايوه يعني رايهم كده. يعني ايه رايي في حاجه ربنا قال عليها؟ معلش انا دي مش وجهه نظري انا، دي مش وجهه نظري. لا يعني انا لسه اقول ده للناس. انا لسه اقول يعني لا، ما هو انا بالعكس انا بقول لك اللي يقول لك كده يعني حتى دولت ملوش حق، لانه من حقك انت تعملي اللي انت ترتاحي له واللي انت تبقي نفسيا مرتاحه فيه، طالما ربنا بعت لك رسائل ساخنه. ايوه يعني يعني لانه في بنات في سنك او سيدات في سنك يعني ومش ملتفتين. ايوه يعني يعني ربنا اداك نفس اللوامه ايقظت فيك اشياء. ما شاء الله ما شاء الله. يعني انت عارف حاجه فدي اعتقد اهداء يعني. الحمد لله دي نعمه من ربنا سبحانه وتعالى. عايزه اقول حاجه انا بجد بدات اخد بالي منها، انه ان احنا بننشغل بالنعم اللي ربنا مديها لنا عنه هو نفسه اللي هو مدينا النعم دي. يعني هو ربنا مديني النجاح والشهره فاتشغل في النجاح والشهره، مديني فلوس فاتشغل في الفلوس، مديني حلاوه فاتشغل في الحلاوه، ازاي اعمل نيو لوك وازاي اطول وازاي احمر وازاي اقصر وازاي مش عارف اعمل ايه، مديني مش عارف ازاي فلازم اقعد اظبط جسمي على الاخر عشان كمان يبقى ما اعرفش ايه. طب ما هو هو اللي مديني الحاجات دي، فانا بعمل الحاجات دي بعصبيها ليه؟ طب ما طب ما التفت له هو يعني امشي الحاجات دي في حاجات الصح يعني. هو هو طبعا يعني طبعا انا بحييك على الاحساس ده جدا، وبقول لك انه ان ربنا سبحانه وتعالى طبعا خلقنا عشان نعبده، لكن هو خلق لنا الحياه لنستمتع ونعبد ربنا أنا سبحانه وتعالى. انا عايز اقول لك على حاجه مستمتعه جدا. عندي اليومين دول شعور بالمتعه. طب انا هقول لك على حاجه صدق. بجد بقى انا لما لبست الطرحه لا هقول لك على حاجات بدات احس بيها. انا لما لبست الطرحه اول لحظه والناس قعدوا يباركوني ويحضنوني، انا حسيت اقسم بالله العظيم اكتر من فرحتي ليله جوازي. يعني حسيت بفرحه حاجه كده بجد، يعني حاجه من فرحه من قلبي مش من عقلي، مش فرحه الناس تشترك فيها، فرحه جوايا انا قوي قوي يعني، فرحه من جوه قلبي يعني. فانا بالعكس انا مستمتعه. اولا ماشيه حاسه ان انا لو جرالي حاجه بعد الشر بسليم يعني مش قوي يعني حتى في لا لا قوي لا لا لسه طبعا لا يعني طبعا يعني ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يغفر الذنوب جميعا. بس طبعا الوضع اللي انت فيه دوت يعني احسن طبعا من قبل كده يعني. فحسب ده حسب براحه ان انا برضي ربنا، حاسه ان انا كده كويسه وان انا بقيت مثل كويس. واي بنت ممكن تفكر وتتردد وتقول يعني والله شعري، طب والصيف داخل عايز البس بريتال وعايز اعمل ما اعرفش ايه، طب انا بقى هو داخل على الصيف انا عندي كل الحاجات اللي تخلي كل الناس تتردد وسبتها كلها. والله العظيم والله العظيم وهذا قسم بجد يعني صادق، ان انا بدات احس ان قلبي اتفتح وحاجه طلعت منه اترمت كده وقلبي اتقفل تاني عليه. معرفش ايه اللي حصل، انا غير نادمه على اي شيء ولا حاسه ان انا خالص انك ممكن تندمي، ولا حاسه ان انا مضحيه بحاجه، ولا حاسه ان في حاجه كبيره قوي راحت مني، ولا حاسه بحاجه. حاسه ان حاجه قلبي كده اتفتح وحاجه اتاخدت اتشالت اترمت. بس انا رايي انك انت مش حاسه بكده ان حاجه كبيره راحت منك، انا رايي انك انت لقيتي حاجه كبيره. حاجه كبيره دي حقيقه. طيب.